بقيت عايز اخرج من الخطوه اللي انا فيها، اعمل اكزيت، خرجت رجعت تاني سالني سيستم بروجرام نمبر، فهعمل 000 عشان اظبط ديت اون تايم سيت. خلاص انا موافق انه هشتغل في ضبط الوقت والتاريخ، ادوس انتر، يا هنا يا هنا، هنا عندي برضو انتر، فانا لو دوست على هنا زي ما هدوس هنا بالظبط، دخل جوه وابتدى يقول لي الير اللي هو السنة، والمانث اللي هو الشهر، والدي اللي هو اليوم. فالير طبعا احنا في 17 2017، وعايز اروح اظبط، هو اوتوماتيك راح على الشهر، وده جانيوري مش هتتكتب طبعا كتابة، لكن هنعمل لها سيلكت من الاوتو انسر ميوت من المفتاح ده من هنا او من هنا سي ام، يعني بسلكت من هنا بغير فبراير مارس ابريل وهكذا، هو نفس الفانكشن او نفس الوظيفه بتاعه المفتاح بتاع الاوتو انسر. احنا في اكتوبر تمام، وبعدين هتحرك بالسهم اليمين او بالسهم اليمين سي ام، هيبتدي يقول لي انت في اي يوم في اكتوبر، هنحط اليوم وبعدين نروح للجزء اللي بعد كده اللي هو ضبط الساعة، هنحط الساعة الأول وبعدين نحط الدقايق، وبعدين وقت ما بنخلص خالص بندوس على أوتو دايل ستور. خلاص ظبطت أنا الساعة والتاريخ. طبعا أنا عايز أخرج بعد كده، الخروج عندي بهولد اللي هو إند، أدوس إند خلاص تمام، ده الآخر خلاص. فعايز أعمل إكزيت خروج، أخرج، خرجت رجعت ظبط لي الشاشة 13 دقيقة و1 جانيوري، مغيرش التاريخ وغير الساعة. ليه؟ لأن كان المفروض لما نغير التاريخ نعمل ستور وبعدين نبتدي نغير الساعة. أنا حبيت أعملها كده عشان تحصل كده عشان تثبت. فهنفتح بروجرام وبعدين نجمة مربع، وبعدين سألني على الرقم السري 1 2 3 4، وسألني سيستم بروجرام نمبر، رقم خطوة البرنامج، رقم الخطوة بتاعتي 30 اللي هي ديت اون تايم، انا موافق. فادوس انتر، هندوس المرة دي من هنا، هبتدي احط السنة اللي هي 17، وبعدين اسلكت عشان اجيب الشهر، وبعدين هتحرك ناحية اليمين عشان نظبط اليوم مثلا كده، وبعدين هدوس اوتو دايل.